حرفيا شو في جنبه شرح بالعربي كمان، تمام؟ ونفس الكلام اللي بيكتب على السبوره، نفس الدايجرامز، بنفس الرسم، نفس الكتابه. يعني الكلام مكتوب على السبوره هتلاقيه كوبي بيست، هو اللي موجود في الورقه الهام ده يا جماعه. طيب. وهو نفس الاورجنايزيشن اللي هيكون موجود في الكمبيوتر. وده اللي عطلنا شويه في التنسيب بتاعه، تمام؟ فده ايه اللي عايز يذاكر من هاند رايتنج بخط واضح؟ النظام موجود مع استاذ، تمام؟ واللي عايز كمبيوتر على الاسبوع الجاي ان شاء الله تبقى جاهزه معاه. نفس الكلام نفس التنظيم زي ما اتفقنا. خدنا احنا المره اللي فاتت يا ولاد الجزء الخاص بالبريكنس، وقفنا عند الانفستيجيشن تريتمنت والانفستيجيشن مانجمنت. بسرعه كده لما نتكلم على الانفستيجيشن وفي البريكنس نديك شويه اتنشن. ايه الانفستيجيشن بتاعت البريكنس؟ بنقسمها لدكاتره لحاجتين. الحاجه الاولى بريدكشن، ودي بالمناسبه اللي تهمني اكتر. معنى كلمة بريدكشن يعني ايه؟ البنت ديت فعليا لسه ما جالهاش بري كانسر، بس انا خايف ان يجيلها بري كانسر، فببدا اعمل بروفلاكسس من دلوقتي. طب المجموعة الثانية من الانفستيجيشن لو واحدة اوريدي جالها بري كانسر هنعمل ايه؟ البريدكشن يا ولاد، البريدكشن يا ولاد عشان ما ننساش، هنتصلهم مع بعض في الرسمة دي اللي احنا كنا خدناها مع بعض الحصة اللي فاتت. زائد الساينس. سؤال، انا بقول لك بس عشان ازاي تعرف تحفظ ازاي تعرف تجاوب، تمام؟ الكلام ده موجود نفس التنسيق اللي مذاكرها في الهاند رايتنج. حد فاكر الساينس بتاعت البريك كانت ايه؟ هايبرتنشن يا ولاد وإديما تقريبا دي روبوت او اند بروتوناري. انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان سيادتك لما تيجي تذاكر تعرف مجموعه الانفستيجيشن بتاعت البريدكشن، تعرف تستسلمك في دماغك، تعرف تظبطها في دماغك. اول مجموعه انفستيجيشن يا ولاد، اول مجموعه انفستيجيشن فور بريدكشن لها علاقه اساسا بالهايبر تنشن، والكلام ده هتكتشف ان احنا قلناه المره اللي فاتت في فائده النظريات. اول اختبار عندنا حاجه اسمها رول اوفر تيست. ثاني اختبار انجيوتنسين 2 انفيوجن تيست. كان موجود في كتاب البنك القديم يا جماعه مربع، اشتغلوا فيه، تمام؟ لان برضه الكلام اللي زمرتكم قالوه الدكاتره بيدخلوا في المحاضرات، احنا مش لنا دعوه بالكتاب، احنا ايه ملتزمين باللي بنقول، فده الكلام اللي بتسال فيه. حتى لو مش موجود في الكتاب بقول لك انا قلته يا ابني في المحاضرات، تمام؟ فانت سيادتك هتذاكره بنفس التنسيق ده كده. المجموعه الثالثه حاجه اسمها اولد، الكلام ده بالنسبه للاندر جرادد، بالنسبه لبوست جرادد ده مندات اللي هتكون عارفه، تمام؟ هتسال فيها تسال فيه. حاجة اسمها Cold Pressure Test. المجموعة الرابعة والأخيرة الخاصة بالهايبر تنشن حاجة اسمها هاند جريب ايزومتريك كونتراكشن تيست. نخلص من دول وبعدين نتكلم في حتة علاقة بالدين. دلوقتي بدل ما اقول لك ان البنت ديت فعليا عندها بريك نفسها احنا واقفين نجيب لها بريك نفسها. قال لك اعمل ايه بقى قصه الرول اوفر تيست؟ ايه؟ هجيب البنت اروح جايه نايمه على جنبها الشمال، اقيس لها الضغط. وبعد كده اعمل اقيس لها الضغط، يلا بنت رول اوفر. ايه ايه ونام على ظهرك كده ايه؟ ونام على ظهرك. البنت نامت على ظهرها يا جماعه، هديتها تشانس لمده 20 دقيقه. وارجع اقيس الضغط تاني، الكلام اللي احنا قلناه مع بعض قبل كده. لو البنت ديت كانت حمل طبيعي، متوقع ان الضغط يعلى ولا ينزل؟ فيما يطلق عليه اسم السرفايفل، مش صندوق، صح؟ بس يا جماعه لو البنت ديت لايبل ان يجي لها بريك تمس، متوقع ان الضغط يحصل له ايه؟ طب حد يعرف يرد عليا؟ انا ضغط يزيد يا ولاد السيستوليك ولا الدايستوليك؟ متشكر جدا، تمام؟ ليه يا جماعه؟ الموضوع كله لعب في مين؟ في الانجيوتنسين 2 ريسبتور. يبقى معنى كلمه رول اوفر تيست على فكره انا كفايه قوي عليا انك تعرف الاسماء ولا انت فهمت اللي بيحصل فيه، تمام؟ هيقيس الضغط مرتين. مره يا ولاد في الليفت لاترال بوزيشن. وبعدين رول اوفر انما على ظهري السباين بوزيشن. واستنى 20 دقيقه. الاقي الدايستوليك بلاد بريشر سيت. طيب انجيوتنسين 2 انفيوجن هتكتشفوا برضه ان احنا كنا قلناها المره اللي فاتت. اتفقنا يا ولاد ان الريسبتورز بتاعت الانجيوتنسين 2 في الحمل الطبيعي السنسيتيفيتي بتزيد ولا بتقل؟ ها في الحمل الطبيعي. طب البنت اللايف اللي جاتها بريكلامسيا الراجل قال لك بس يا بنت، تمام؟ انا هجيب الانجيوتنسين 2 وهبدا اعمل له انفيوجن، تمام؟ في فرق بين كلمه انجكشن وبين كلمه انفيوجن. انفيوجن يعني ايه يا جماعه؟ يعني بروح جاي حاطه على محلول بمعدل. ايه هو المعدل دوت؟ قال لك 8 من 10 في ناس كانوا بيسالوا في الجرعه من جرام بير كي جي
بير مينيم اظبطه على المعدل ده. مش معنى يا ولاد ان السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور قليله في الحمل ده هتدي جي تو تبقى هدف تمام. وممكن برضه يا جماعه جرعات عاليه جدا يجيب لي اثار جانبيه مش كويس. انا عايز احطه بالمعدل ده. لو البنت حامل حمل طبيعي السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور اخبارها ايه؟ مش هتستجيب، الضغط بتاعها مش هيعلى. ولكن لو البنت لايف ونجدها بري كانسر اتفقنا مع بعض ان السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور اخبارها ايه؟ يبقى الضغط يبدا يزيد. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ طيب الكولد بريشر تيست والهاند جريب ايزومتري كونتراكشن تيست بعض الاساتذه قدام بيسالوش في الشفوي قدام الفانتازيا كده ولاد يقول لك ايه؟ انا متوقع ان البنت اللايف ونجدها بري كانسر بس السنسيتيفيتي ريسبونس عندها عاليه ولا قليله؟ بري كانسر يعني بازل كونستريكشن يا جماعه يعني السنسيتيفيتي ريسبونس عاليه صح؟ يقول لك بس ليه؟ انا هجيب ميه ساقعه تمام؟ سلها لك كولد بريستور واروح جاي حاطط البنت ديت في الميه الساقعه واروح جاي قايس الضغط في الايد الثانيه. لو لقيت الضغط بدا يعلى يا اولاد يبقى معنى كده الريسبونس بتاعها ايه؟ عالي. كلنا عارفين ان الميه الساقعه بتعمل فازو. البنت ديت حصل عندها ماركت فازو يا اولاد. انا الضغط عالي. فهمتوا انتوا القصه ايه يا شباب؟ يبقى ده مقصود بكلمه كولد بريستور كونتراكشن تيست او كولد بريستور تيست. طب الهاند جريب ايزومتريك كونتراكشن كنت انتوا خدتوا قبل كده ايام زمان في الفسيولوجي ان الكونتراكشن بينقسم لنوعين ايزومتريك وايزوتونيك صح؟ ايزومتريك يعني ايه يا ولاد؟ لو انا عملت ده بالمنظر ده وعمال اعمل كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن تمام؟ ده احنا بنسميها يا جماعه ايزوتونيك. طب ايزومتريك انا مش بغير الطول بتاع العضله. عارفين انتوا ولاد العيال اللي بتوتروا البنات اللي بتوتروا بيجيبوا كوره مطاطه كده تروح جاي حاطط كوره مطاطه تفضل تضغط عليها. انا طول ما انا عمال اضغط على الكوره ديت اللينس بتاع العضله اتغير يبقى كده يا ولاد انا عايزه ايه؟ متريك. تقول يا شباب ثابت. فانا هجيب الكره دي كده واقول للبنت تفضلي ايه في عصير في الكره دي كده تفضلي ضغط على الكره دي كده وهي عماله تعمل المنظر ده كده يا ولاد بقيس الضغط الناحيه الثانيه. لو لقيته بدا يعلى يبقى انت عندك الريسبونس السمساتك الريسبونس عاليه واحتمال جامد جدا يجي لك بيه ايه؟ اكلانس. فهمتوا انتوا الكلام ماشي ازاي؟ اللي بيسالوا في الشفا كتير جدا 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 هو اول اختبارين. للثاني الباقيين بتقالوا بس مجرد اسماء. لو واحد حب يرزل عليك هيقول لك يعني ايه؟ واعتقد ان احنا فهمنا الخوض بيعمل فازو كونستريكشن ده انت عندك كمان ماركت ريسبونس صح؟ بالمناسبه يا ولاد الاختبار رقم اثنين ده اوبسوليت ان احنا نعمله. ليه يا دكتور اوبسوليت ان احنا نعمله؟ لو البنت كويسه وعاديه يا ولاد ايه اللي هيحصل؟ الضغط هيعلى؟ طب تعالى بقى شوف الكارثه بقى. لو البنت دي طيب ان جيتها بريك كانس ماركت هايبر تنشن الضغط بريشر عالي جدا لدرجه انها بعض الاحيان ممكن تدخل منها في سيريبرال هيموريج تمام وتضيع فيها. بص يا بنتي هو انت لو كنت كملت الحمل كان احتمال يجي لك بريك كانس. انا اصف عمرك دلوقتي. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ فالحاجه الوحيده الابليكابل اللي ممكن تتعمل تجربه ايه؟ انا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان بدل ما ارص لك الحاجات بتاعت البريدكشن تلاقي قدامك 13 اختبار وتنساهم، لا احنا قسمناهم في مجموعات. في مجموعه اختبارات بريدكشن لها علاقه بالهايبر يا ولاد تنشن. طب على مستوى الايدينا حد فاكر يا ولاد من الحصه اللي فاتت الايرليست ساين في بري كانسر كانت ايه؟ وكنا بنشخص الوقت ايدينا ازاي؟ الوزن بيستقطر من كام في الاسبوع؟ 200 باوند. والباوند بيساوي كام جرام؟ 400. الله ينور عليكم. فيقول لك الحاجات اللي لها علاقه بالايدينا يا ولاد ان احنا نلاقي ان البنت ديت عندها اكسسيف ويت جين اكتر من كام يا دكتور؟ قال لك اكتر من 2 باوندز بري او اكتر من 6 باوندز بري يا ولاد في المانس. ويسيبوا من الكلام ده كله يقول لك كام الباوند بيساوي كام جرام؟ اتفقنا مع بعض كده ان الباوند دلوقتي يا ولاد بيساوي 450 جرام تمام؟ وده اللي احنا بنسميه وقت قديمه. طب حد كده اوريدي فكرني بعد الوقت القديمه مين كان بيظهر؟ الله ينور عليها مساليت ساين از وبعد البروتونوريا مين بيبدا يبان؟ سيمتوم. لان احنا اتفقنا مع بعض ان السيمتوم انديكيتس ايه؟ سيزيريس. الله ينور عليك. طيب بعد كده كان حاجه اسمها يا ولاد بروتونوريا. معنى كلمه بروتونوريا يعني ايه يا دكاتره؟ قال لك معنى كلمه بروتونوريا هو بريزنس اوف بروتين ان يورين. وعشان اقول ان البنت ديت عندها بروتونوريا في الساينس يا ولاد لازم كميه البروتين اللي يورين تكون اكتر من 300 مللي جرام. بمعنى ايه؟ انا هجيب البنت ديت اقول لها اليورين اللي سيادتك ايه؟ متنزليه على مدار 24 ساعه انا عايز سيادتك تجمعهولي تمام؟ هدي لها كده كونتينر اقول لها بدل ما تروح التويلت لا اجيب لها اليورين في الكونتينر دوت وجمعي لي اليورين على مدار 24 ساعه وهاخد كميه اليورين اللي البنت جمعتها على مدار 24 ساعه واشوف فيها كميه بروتين قد ايه؟ لو لقيت اكتر من 300 مللي جرام على مدار 24 ساعه يبقى البنت ديت عندها البروتينوريا بتاعت البريك لانس اللي احنا بنتكلم عليها. دكتور هو الطبيعي ان اليورين بتاعنا ما يكونش فيه بروتين؟ لا يا ولاد بيكون فيه بروتين. بس النورمال ليفل بتاع البروتين اللي بيكون موجود في اليورين على مدار 24 ساعه في البنت الطبيعيه لا يتعدى ال 100 مللي جرام بير دي. يعني
يعني انا عشان اكون انسان طبيعي لو تواجد بروتين في اليورين لازم يكون اقل من كام يا ولاد؟ من 100. طب عشان البنت عندها بري اكلانسيا لازم يكون اكتر من 300. يقول لك امال بقى من 100 ل 300 المرحله اللي بنسميها يا ولاد ده مرحله ما قبل البري اكلانسيا صح؟ فديت حاجه بنسميها مايكرو البومنوريا. مايكرو البومنوريا الالبومين موجود ان يورين ولكنه بكميات يا ولاد صغيره من كام لكام؟ من 100 ل 300. اصل اقل من 100 تعتبر البنت ديت ايه؟ طبعا. ولو اكتر من 300 مش عندها بري كلانسيا، لو وصلت للليد ساين بتاعت البري كلانسيا البنت دي اتعدت على الايديما بمرحلتيها الاثنين الاوكيالت والمانيفست وعدت على الهايبر تنشن وبدات تدخل فيها ولاد في البروتونوريا. فعلشان كده لما اجي ابص هنا اقول لك مايكرو البومنوريا. الدكتور لما يجي الراجل يسالك يقول لك يا ابني ايه هي البريدكتورز بتاعت البري كلانسيا؟ اوعى تقول هايبر تنشن، اوعى تقول ايديما، اوعى تقول بروتونوريا، امال هتقول ايه؟ من هنا كده على طول. امال انت عملتهم بالمنظر ده ليه؟ علشان استخلف الانفستيجيشن في حاجات ليها علاقه بضغط عالي. في حاجات تانية لها علاقة بالإيتيما، وطبعاً هتكون يا ولاد الأوتلت ولا المانيفست؟ أوتلت، أنا بتكلم عن البريدكشن، وحاجات لها علاقة بالبروتينوريا. طيب، دكتور غير الكلام دوت، بص لي هنا على الرسم، اتفقنا يا ولاد إن البنت دي هتتوقع البريدكت كاونت عندها أخباره إيه؟ أيوه في الرسم هنا دكتور بتبدأ إن البنت دي عندها ديكريز إن البريدكت كاونت. أصل أنتوا عارفين بيحصل بالظبط إيه يا ولاد؟ إنيشال بيحصل بالظبط إيه؟ الاندوثيليال دامج اللي بيحصل دوت بيخلي البليتلت تبدا تتجمع بيخلي البليتلت يا ولاد تبدا تتجمع في المنطقه دي. واحده من ضمن النظريات بتاعت البريك تنسى الاندوثيليال دامج ثم البليتلت تتجمع بيحصل لها اكتيفيشن بتتجمع بيحصل لها اكتيفيشن. البليتلت لما بيحصل لها اكتيفيشن يا ولاد بتطلع ماده اسمها ثرومبوكسان اي 2. تتوقعوا ان ثرومبوكسان اي 2 بيعمل دور ايه؟ كونستريكشن. والباس كونستريكشن هيعمل ايه؟ هايبرتنشن. يبقى المرحله الانيشال اللي بتبدا تتجمع وتطبع الماده ديت فيها اثر كونستريكشن. طب ما احنا اتفقنا مع بعض لما البليت تتجمع هنا البليت تتجمع بيحصل لها ايه؟ بتقل. طب حد فاكر الريسبونس اللي هنا اخبارها ايه؟ يبقى هيمو ايه يا ولاد؟ هيمو دايلوشن ولا هيمو كونسنتريشن؟ يبقى سيادتك يا دكتوره هيقول لك لو لقيت ان البنت ديت بدا يحصل عندها هيمو كونسنتريشن ده قلقي. واخر واحده بتقول يا شباب انا برتب لك في دماغك ازاي تعرف الاختبارات بتاعت البريدكشن تمام ولو مش موجوده في الكتاب لازم تعرفها وموجوده جدول في كتاب البكي الدكتور محمد بكي. دلوقتي يا ولاد لو جينا نتكلم على اخر انفستيجيشن دي بالمناسبه اللي بنبدا بيها تمام يقول لك بنبدا نعمل دوبلر على مستوى فاكرين يا ولاد لما انا جيت قلت لكم ان كانت اول نظريه عندنا في البري كلامسيا هو الابسنت سكند ويف انفستيجيشن لما جيت قلت لكم ان انا موجوده عندي اليوتاين ارتري بالمنظر ده كده بدي يبعت يا ولاد سبايرال ارتريولز سبايرال ارتريولز سبايرال ارتريولز. طب اللي بيحصل البلاسوسيست اول ما بتزرع نفسها بتكون وصلت هنا كده يا ولاد. سؤال هل وصلت للبلاسوسيست العاليه والنيوتريشن العاليه ولا لسه؟ بس لسه. فبتضطر تعمل حاجه اسمها سكند ويف اوتوبلاستيك انفيجن. ليه يا دكتوره؟ عشان تقرب من بلاد فيسل. ده مش كده بس لما تقرب من بلاد فيسل اتفقنا يا ولاد هتسيبها زي ما هي نار هيومن ولا تبدا تنخر في لونه الاسيستيك؟ ولا هي عندي منظر بالشكل ده كده. طب العقل كده يا جماعه لما البلاستوسيست توصل هنا وتفضل تنخر في الورم وتخلق المنظر بالشكل ده كده البريفرال ريزيستنس في المنظر ده عاليه ولا قليله؟ يبقى الضغط قليل تمام؟ طب هنا يا ولاد الضغط هيفضل عالي. يقول لك المنظر الطبيعي المنظر الطبيعي بتاع اليوتراين ارتري في واحده مش حامل. واحده مش حامل يعني ايه؟ يعني ما عنديش البلاستوسيست جت ما عنديش حاجه نخرت في الورم يعني السبايرال ارتريول لسه ستيل البريفرال ريزيستنس بتاعتها عاليه ولا قليله؟ عاليه. بلاقي موجود عندها يا ولاد كده بالدوبلر ادي السيستول وادي الدايستول. يعني لو جيت عملت دوبلر على مستوى التراين ارتري بلاقي المنظر بيطلع لي كده سيستول ودايستول. وقبل الدايستول في نوتش كده بالمنظر ده. تمام؟ دي اللي احنا بنسميها دايستوليك ايه؟ نوتش. طب يا دكتور لو حصل حمل والمنظر بقى بالشكل التالي، لو حصل حمل والمنظر بقى بالشكل التالي يا ولاد. الدوبلر بيكون عامل ازاي؟ بالمنظر ده كده يا ولاد. ادي السيستول والدايستول ساحب كده. ليه؟ معنى ان انا عندي الدايستول بالمنظر ده ان انا عندي الريفرال ريزيستنس عاليه ولا لا؟ طب هنا يا ولاد هل في عندي ريزيستنس؟ علشان كده حصل دروب. طب يا دكتور انا متوقع ان اثناء الحمل لو انا جيت بعد الاسبوع رقم 16 اشمعنى بعد الاسبوع رقم 16؟ ده الوقت اللي بيحصل فيه سكند ويف اوتوبلاستيك انفيجن متوقع ليه عند المنظر بالشكل ده ولا الشكل ده؟ بالشكل اللي تحت. فيقول لك لو لقيت عندك بيرزيستنت دايستوليك نوتش معنى كلمه بيرزيستنت دايستوليك نوتش ان المنظر فضل بيرزيستنت عندي بالمنظر ده. فضلت عندي البريفرال ريزيستنس عاليه مش كده يا ولاد؟ لو لقيت عندي الريزيستنس دايستوليك نوتش يبقى معنى كده يا جماعه ان السكند ويف تروفوبلاستيك انفيجن حصلت ولا ما حصلتش؟ ومعنى كده ان البنت دي هيجي لها بري اكلامسيا ولا لا؟
اصبر عليها شويه هتلاقي الضغط بدا ايه يا جماعه؟ بدا يعلى. دكتور انت جيت قلت لي الكلام ده هنعمله عند الاسبوع رقم كام؟ 16. والبريك لابسه بتحصل بعد الاسبوع رقم كام؟ يبقى انا كده يا اولاد وانا لسه في الشهر الرابع بقول للبنت احنا يا بنت لو ضلنا بالمنظر ده متوقع كمان شهرين ثلاثه الضغط يبدا ايه يا اولاد؟ يعلى. يبقى انا كده يا اولاد ببريدكت ان ممكن يجي لها ايه؟ بريك لابسه. انا مش معايا. اقول تاني المفروض يا دكتوره المنظر ده في البنت اللي حامل حمل طبيعي في البنت العاديه اللي مش حامل وبيكون موجود اول ثلاث شهور برضه من الحمل. اشمعنى يا شباب؟ انا عندي الريفرال ريزيستنس يا اولاد عاليه اهو الضغط السيستي عامل مش موجوده تمام. طيب لو الريفرال ريزيستنس بدات تعلى يا اولاد الاقيها موجود عندي الدايستول عالي بالمنظر ده كده ولا هلاقيه نازل ستوبنج كده؟ ستوبنج. انا متوقع بعد الاسبوع 15 اشوف المنظر ايه ولا اشوف المنظر بي؟ المنظر بي. ليه؟ لان الريزيستنس وقعت تمام. افرض انا جيت في واحده في الاسبوع 16 18 20 22 بدل ما الاقي المنظر اللي انا متخيله دلوقتي يا اولاد لقيت المنظر ده ده انا في عندي نوتش بين السيستول وبين الدايستول الدايستوليك نوتش فضلت ريزيستنت. انت الطبيعي تكون موجوده في واحده مش حامل وفي اول شهرين ثلاثه من الحمل انها مش هتفضلي مكمله معايا مش هتفضلي ريزيستنت فلازم يحصل لك ديسابيرنس بالمنظر ده. فلو فضل عندي ريزيستنت دايستوليك نوتش يبقى البنت دي اتولد عندها نيه وعندها غلبيه ان يجي لها بريك لامسيا ولا لا؟ بس كده يا شباب. يبقى سيادتك وعلى فكره انت الكلام ده مش مطالب بالتفاصيل بتاعك انت مطالب تكتب لي ان احنا بالدوبلر وبالمناسبه غير الدوبلر دي بتكتب كامل عشان اسمع عالم تمام؟ ان الدوبلر بتلاقي ان البنت عندها ريزيستنت دايستوليك نوتش. طبعا لو دخلت كان عمر الجلد تقول الكلام ده انت داخل في اللجنه وتيجي عند الريزيستنت دايستوليك نوتش تعمل المنظر ده ده السيستول وده الدايستول ودي النوتش اهي بين السيستول وبين الدايستول. طب دكتور البنت ديت فعليا جالها بريك لابسه البنت فعليا جالها بريك لابسه يا ترى ايه الانفستيجيشن هتكون موجوده عندنا؟ انا هقول لك الانفستيجيشن واقول لك بعد كده لما تيجي تكتبهم في الامتحان تكتبهم ازاي. الانفستيجيشن يا ولاد بتاعت البريك لابسه انت فاكر كنا بنعمل ايه؟ الريفرال ديستنس العالي هقول لك بعد تمام بس خلاص دي الريزيستنس دايستوليك نوتش مؤقته كده في النص. بصوا يا جماعه ادي البرين ولا الفانوس هل اللاين والهارت والكلام والشيست عملوا اي انفستيجيشن؟ ده كانت كلينيكال دايجنوز. ننزل على طول على مين؟ على الليفر وعلى الكدني. بعد كده ننزل تحت على مين يا ولاد؟ على اليوترس والبلاسنتا اللي موجوده عندنا هي وعلى العين. في حد فكر في انفستيجيشن على مستوى الليفر كنا بنعمل؟ سي تي. على مستوى الفانوس كنا بنعمل؟ فانوس اكزامينيشن. على مستوى الليفر كنا بنعمل؟ في الليفر فانكشن تيست يا ولاد كان اهم واحد فيهم مين؟ which is specific or not specific. طب بالمناسبه يا ولاد بالمناسبه يا ولاد النورمال ليفل بتاع الاي ال تي وبتاع الاي اس تي تمام وبتاع حاجه هناخدها في الجاي اسمها سي 125 لحد كام؟ المفروض ان الاي ال تي ده هيبقى ايه خارج الموضوع لو سويت فيها شفوي وبعض الدكاتره بيحبوا يسالوا في الكلام ده والاي اس تي وهناخد في الجاي حاجه اسمها سي 1 125 الاثنين اللي فوق دول بتقعدوا تسالوا في الجاي المفروض ان النورمال ليفل السقف بتاعنا لحد 35 يونت. جميل. تمام؟ يعني الاي ال تي من 0 لحد 35 ده النورمال رينج. اي اس تي من 0 ل 35 سي 125 من ايه من 0 ل 35 ده يعتبر النورمال رينج بتاعنا. امتى بعتبر الاي ال تي والاي اس تي عالي؟ وامتى بعتبر السي 125 عالي؟ لان واحد يقول لك طب بص لك كده يا ابني بص لي على التحليل دوت لقيت ان سي 125 41 عالي ولا مش عالي؟ اسف ال اي اس تي لقيت 41 عالي ولا مش عالي؟ عالي يقول لك لا مش عالي. انا بعتبر يا اولاد الاي ال تي والاي اس تي اليفيتد لو كان الرقم اعلى من الدبل. بمعنى ايه؟ بمعنى لو الرقم كان اعلى من 70 هعتبره عالي. دكتور انت جيت قلت لي ان الرينج من 0 ل 35 امال بقى لو واحده جيت لقيت الاي ال تي والاي اس تي بتاعها 40 45 42 يبقى ده يا جماعه البيت ده غالبا واخده فاتيمين تمام؟ وجبه فيها ايه يا جماعه؟ وجبه دسمه شويه، وجبه فيها سن الدهون شويه، اما تعلقتها ليفر انزايم سنه، هل الليفر انزايم اللي عيد لحد 40 و45 و42 ده بعتبرها فيسيولوجيكال؟ لا، ولكن في نفس الوقت هل بعتبره باثولوجي؟ هل بعتبره ديزيز؟ لا، انا امتى بعتبره باثولوجي؟ امتى بعتبره اليفيتد؟ يا بنت احنا لازم بقى نعمل وظائف الكبد ونطمن على الكبد والكلام دوت يا شباب، لو لقيت ان الليفل اعلى من الضابط اعلى من 70، يعني سيادتي في الاي 60 انا بلاقيه اعلى من كام؟ من 70. طب الحاجه الثانيه السي 125 بعتبره عادي لو كان اعلى من ايه يا اولاد؟ لو اعلى من 35 لان احنا في السي 125 والكلام ده هرجع اقول لك في الجوينج تاني القط اوف فاليو
35، عدينا ال 35 يبقى انت عادي وابدا في التشفير. يعني يا دكتور ال 36 نعتبره عادي؟ نعتبره عادي. يعني انت هتجيب لي واحده سي 125 36 زي واحده سي 125 2000؟ لا، ما انا لما اجي اكلمك على سي 125 هقول لك ليست ايه؟ امراض، في امراض بتعلي الجلوكات وامراض بتعلي النيات وحاجات بسيطه، معايا ولا مش معايا؟ ده خارج الموضوع. ايه اللي جابنا ليه يا شباب؟ اللي جابنا ليه لو انت سئلت يا ابني الليفر فانكشن هبص على مين اساسا؟ على اي ستي لو عالي اعلى من كام؟ نص الاجابه كده دكتور النورمال رينج لحد، بس احنا بنعتبره عالي لو اعلى من ايه يا ولاد؟ الطالب. فاهمين بقى واخدين بالكم من الكلام؟ انا بقول لك كل الاسئله المتوقعه والغير متوقعه اللي ممكن تسالها في اللجنه. طب بص يا ولاد على مستوى الكيتل بتعمل وحدد نهايه الكيتل فانكشن تيست اللي هنعملها هنا، اليوريا ولا الكرياتينين؟ ده ولا ده؟ سيرم يوريك اسيد وحاجه ثانيه اسمها يا ولاد كرياتينين سيرم. على مستوى العين وعلى مستوى البلاسنتا نبدا نعمل، على مستوى العين نبدا نعمل والالترا ساوند متوقع لها العين فيها يا ولاد اسيمتريك الايجر، يعني بص على مين؟ فانت سيادتك هنا تعمل الترا ساوند دكتور دي الانفستيجيشن بتاعتنا متشكرين. لا لساني كمان اتنين انفستيجيشن يا ولاد، لساني سي بي سي ولساني يورين اناليسيس. حد يقدر يقول لي في اليورين اناليسيس هل الدنيا عندها ايه؟ بروتيناريا اكتر من 200 ملي جرام بالاي ده الداي على مدار 24 ساعه تمام. حد يقدر يقول لي في السي بي سي هلاقي الليتل تاونت اخبارها ايه؟ ولا ايه والله ريشن ريمو كونسنتريشن؟ متشكر جدا دكتور. لو جات لك انفستيجيشن في الامتحان بواحد امال اديتها ازاي؟ من تحت لفوق. ليه يا شباب؟ لان معنى ان انا وصلت لمرحله السي تي والفانوس والكلام ده وانا وصلت للاند ايه يا جماعه؟ ستيج. انما لما اجي اتكلم في البدايات تمام؟ واحد انت انت عندك بريك لمسه، البريك لمسه معناها هي البروتينوري، يبقى المنطق يقول لك بص على البروتين النيورال تمام؟ البنت دي هتعملها سي بي سي اشمعنى؟ يا ممكن اذا كنت بقول لك ان واحده من ضمن الايرلي بريدكتورز بتاعت البريك لمسه بلاقي البريك قليله وبلاقي ايه؟ هيمو كونسنتريشن. يبقى يا جماعه العقل والمنطق الترتيب المنطقي لما ابدا الانفستيجيشن، ابدا الانفستيجيشن بالحاجات اللي بتظهر الاول ولا الحاجات بتاعت الكوميونيكيشن؟ فهمتوا يا جماعه الكلام ماشي ازاي؟ طب انت كتبتها لنا كده ليه؟ علشان اثبت في دماغك الرسمه اللي احنا خلصنا منها الباثولوجي، وخلصنا منها السيمبل، وخلصنا منها الكومبليكيشن، وخلصنا منها ايه يا ولاد؟ وخلصنا منها الايه؟ جزء خاص شباب زي ما انت بتسال ليه ما عملناش انفستيجيشن لاين؟ انت عندك بالمونر قديمه؟ افكرت يا ولاد لما انا قلت لك يا دكتوره ان البالمونر القديمه في الكلينيكال دايجنوستكس تمام؟ البنت مش هتلحق تروح تعمل اكس راي ولا تلحق تعمل فنتيليشن بريكشن ريشيو لان البنت هتموت على ما توصل هناك. انا شايف واحد صدرها مبلل بداوي طالعه من بقها تمام، والبنت دي عندها سيانوزس. احط السماعه على صدر البنت دي واحيانا من غير ما احط السماعه. يا جماعه انتوا لو شفتوا حاله بالمنظر ده عمركم ما تنسوها، انت ممكن ودانك بس وانت واقف قدامها كده تسمع بلال عامل زي بلال في الجزء. فهمت الكلام مش ازاي؟ بقلالة. ليه؟ البنت بتاخد نفس، النفس اللي بتاخده ده بتاخده يا ولاد على مانجا عاديه ولا بتاخده على ميه؟ مدخل الهواء في ميه، فتسمعي بقلالة موجوده. فهمت الكلام مش ازاي؟ مش ديت اللي انت تبعتها تعمل انفستيجيشن، مش هتلحق. والكلينيكال دايجنوزز كونكلوسيف فيها، ولازم تعبي البنت دي كلاسكس دايوريتكس. ليه؟ لفضل الميه الموجوده على المايه، معايا ولا مش معايا؟ طيب بص يا ولاد قبل ما ادخل في المانجمنت، قبل ما ادخل في المانجمنت ده زي ما قلت لكم جزء تافه جدا عندنا. لو جه يقول لك الكومبليكيشن بتاعت البريك كانسر يا ولاد، كومبليكيشن في البريك كانسر، هسيب الرسمه ديت وقول لهم انتوا عارفين ازاي ليه؟ كومبليكيشن لو انتوا ماتيريال اند فيتا على مستوى الفيتا كومبليكيشن، على مستوى الفيتا كومبليكيشن العيله بقى يا ولاد انترا فاين جروس، وبعض الاحيان ممكن يوصل انترا فاين فيتا وظروف ممكن تجبرني انزل عيل ده بدري بدري. امتى؟ لو كان عندي سيفير بريك كانسر ويحصل ايه يا ولاد؟ ماتيوريتي صح؟ ودي المشاكل بتاعت العيله. حد محتاج حاجه في الفيتال كوميونيكيشن؟ اعتقد ان الكلام شارك نفسه وهي نفسها الكوميونيكيشن بالمناسبه بتاعت البلاسنتا الاطفال، اصل هما الاثنين واحد جين كانس. طب يا دكتور ان فيتال الكوميونيكيشن ممكن تحصل على مستوى الام سريبرال بلايند سويتش از واتفقنا صح ان ده ممكن يبقى ريفرسال بالمونري هارت ارجع تاني ليفر رينال بلاسنتا ابربشن والعين طبعا في الفيتال. لما يجيب لك الكلام ده كله ام سي كيو ذا موست كومن كوز اوف ديس او ذا كومن كوز اوف ديس للبريك كانسر ايه؟ سيريبرال اللي فوق دوت يا شباب تمام؟ واخر ما تبدا الكومبليكيشن ان البري بري اكلامس تبقى بس كده يا شباب. اكلامس يعني ايه؟ بدات تدخل منك الكوميات صعبه الكومبليكيشن. تعالوا نتكلم عن مانجمنت يا ولاد. بس بالمناسبه بالنسبه للكومبليكيشن انا اسف بالنسبه للكومبليكيشن هنا بعد ما خلصنا الكلام ده كله، بعد ما خلصنا الكلام ده كله في كمان اثنين كوميونيكيشن، في كمان اثنين كوميونيكيشن، الكلام ده الفانتازي. للرسمه القديمه، انا مش عايزينها في حاجه جديده. للرسمه القديمه.
في عندنا كمان اتنين كوميونيكيشن. طيب دي لما نيجي تدخل بليتلت بتبدا تتوصل هنا، ولما البليتلت تتوصل هنا يا ولاد الكوميونيكيشن فاكتور بتيجي عليها ولا لا؟ الكوميونيكيشن فاكتور اللي موجوده في الدم دي ولا دي؟ ولما تيجي يحصل عندنا ديت مشكله اسمها دي اي سي السنتر انترفاسكولار كوميونيكيشن. حد يا ولاد فاكر لما انا قلت لكم ان البليتلت بتتوصل هنا يبقى البليتلت اللي بتوصل هنا عددها عالي ولا قليل؟ قليل تمام. طب يا ولاد الليفر ده انضرب ولا مش انضرب؟ يبقى الليفر انزايم عاليه ولا قليله؟ عاليه تمام. طب يا ولاد الفوسفوس هنا اخبارها ايه؟ لما الفوسفوس تبقى عاليه والاكسيس تلزق في بعض يبدا يحصل. يبقى انت دلوقتي الدكتور عندك حاجه هنا اسمها هيموليسيس صح؟ وعندك حاجه هنا اسمها البليتلت كاونت عاليه ولا قليله؟ لو البليتلت كاونت. وعندك حاجه هنا اسمها البليتلت ليفر ايه يا ولاد؟ انزايم. هنجمع لك الحاجات دي كلها مع بعض وعمل لك حاجه اسمها ايه؟ هيلب سندروم. هيلب سندروم يا ولاد دي الحروف الاولى من اتش يبقى اي ان البيتل ليفر انزايم اللي بي صعب الكلام يا ولاد. يبقى لما نيجي نتكلم عن الكوميونيكيشن انا مش عايزكم تحفظوا حاجه ولا تبصوا في الكتاب. الورقه اللي هنزل لكم نفس النظام كده نفس النص بتاع كده بالمناسبه تمام لحد ما ينزل الكمبيوتر زي ما قلت لكم. لما يجي كلامك عن الكوميونيكيشن انت خلصناها ماتيرنال جبت لي انت الكلام دوت صح وزودت لي عليها الدبري تبقى ومن الرسمه في عندنا حاجتين زياده ده اي سي ان مسكت في ده الهيد سندروم يا ولاد. سؤال شافه مهم جدا 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 سواء كان اندر جرادويت او بوست جرادويت والاسئله الاندر بتاعته هي نفسها الاسئله البوست. ايه هي الهيد سندروم يا ولاد؟ انت لسه قايل يا دكتور هيموليسيس انفيتد ليفر انزايم دوبلت كاونت. في عندي هنا ولاد في الهيب سؤال شفوي وفي سؤال ام سي كيو. اول حاجه هيلب سندروم كده لوحدها هيلب سندروم الديفينيشن بتاعها ده عباره عن هيموليسيس. قبل ما اتكلم في المانجمنت حته الكوميونيكيشن لازم تكتب الكلام ده كله فيها يا دكتور. الكلام ده كله مش موجود في الكتاب احنا اتفقنا تمام. انت داخل عايز تجيب ايه يا جماعه؟ درجات. وفي الاخر خالص الراجل يجي يسالك يعني ايه ابن هند؟ ما اعرفش انا قلت لك كانت في المحاضرات ما قلتش في المحاضرات مش موجوده في الكتاب. محدش يعترف بالكلام ده يا جماعه انا باكد. حتى رئيس الاسم ذات نفسه اللي حاطط الكتاب. فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ يعني حصل سنه من ضمن السنين نعم عشان يلحق يتحط الكتاب اسمه كتاب الاسم. فاهم انت الكلام ماشي ازاي؟ اكبر دليل على كده شفتوا الام سي كيو؟ الام سي كيو نوت ريليتد خالص الكتاب الاسم موجود في ايديكم يا شباب. فانا بقول لك الكلام ده ليه؟ علشان لما تيجي تدخل اخر السنه الراجل يجيبك يمين يجيبك شمال انت عارف كل النولج اللي كل اساتذه في الاسم بيسالوا فيه تمام؟ لان كل استاذ عنده اسئله محفوظه سواء كانت في الاندر جرادويت او البوست جرادويت او الدكتوراه. يعني كان في عندنا كده مذكره بتاع المدخول داخلينها كده دكتور فلان الفلاني احفظ رسائل الدكتوراه فلان الفلاني احفظ رسائل. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ فكل واحد ليه اسئله. تعالوا هنا يا شباب هو ده الكلام جد بس ما حدش عنده وقت انه يقرا فكل واحد عارف ايه شويه اسئله وداخل يقولها وخلاص متشكرين. بالمناسبه في بعض الدكاتره عندهم اسئله الاجابات هم شخصيا بس المقتنعين بيها which is totally wrong ولازم تدخل تقول الاجابه ديت. والله بجد لازم تدخل تقول الاجابه ديت. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ انت لو دخلت الاستاذ زياد اجابته بالنسبه لك انت اجازه وبالنسبه لحضرتك انت حاجه ثانيه تمام؟ الاتش يا ولاد هيموليسيس اي ان اليفيتد ليفر انزايمز ال بي لو بليتلت كاونت. اول سؤال شافه دكتور محمود غريب تمام. هيموليسيس يا ابني ازاي تشخص ان البنت ديت عندها هيموليسيس يا شباب؟ لو لقيت الهيموجلوبين بدا ايه والبلوروبين بدا لو لقيت اولاد ان البلوروبين اكتر من 1.2 ملي جرام بير دقيقه يبقى البنت ديت بدا يجي لها ايه او الادق منه حاجه اسمها ال بي اتش لاكتيد هيدروجينيز اكتر من 600 يونت. الكلام ده لازم تكون عارفه. طيب يبقى انا كده شخصت هيموليسيس ازاي؟ اربسيس بالمنظر ده جواها البيلوروبين يا جماعه او جواها ال دي اتش لما فرقعها ال دي اتش يطلع في السيركيليشن فيكون الليفل بتاعه عالي اكتر من 600 يونت تمام؟ والبيلوروبين يبدا يطلع في السيركيليشن يكون اكتر من 1.2 الليفيت الليفر انزايم. السؤال يا ولاد مين الليفر انزايم اللي هيعلى؟ وهيكون اكتر من؟ اكتر من دي رقم؟ مش هكتب. يبقى سيادتك هنا يا دكتوره هتلاقي عندك اي اس تي اكتر من 70 لو بليتلت كاونت اقل من 100000 طبعا من كيبيك مليمتر تمام.
كده احنا خلصنا الجزء دوت. قبل ما نسيب الجزئيه ديت يا اولاد، سؤال بس نازل بوست جراد الدكتور محمود غريب يقول لك ال ال دي اتش في منه كام ايزو انزيم، في منه كام نوع؟ 5 انواع ال دي اتش تايب 1 و2 و3 و4 و5. اللي بيعرف البريك فلانس يعني نوع تايب 1 وتايب 2 خلاص وتشكل. ولا ضفنا حاجه، ده يا جماعه فرق البوست جراد والاندر جراد. ال دي اتش منه كام نوع؟ 5 ايزو انزيم يا دكتور، اللي بيعرف ايزو انزيم تايب 1 وتايب 2 خلاص. طيب قبل ما تسيب الجزئيه ديت يا اولاد، في بعض الدكاتره زي الدكتور عبد المنعم صالح ايه يقول لك يا ابني الاي اس تي تعرف الاسم تاني، يا ابني الاي ال تي تعرف الاسم تاني. طبعا عارفين يا اولاد اي اس تي بتاع مين؟ ليتس جو. اي ال تي ده بتاع مين؟ سكيب. وعشان مش تنسى اتفقنا مين فيهم مور سبيسيفيك للهيباتيك دامج؟ عشان قلت لك ان ال اتفكرت بايه؟ بالليبر، والبي اتفكرت ان هو بيتر سبيسيفيك هيباتيك دامج. ومين فيهم نون سبيسيفيك؟ ليه؟ لان ممكن يتواجد مع ايه يا ولاد؟ مع اذرز عشان ما تنساش. تمام؟ يبقى ذس جوت هو الاي اس تي، اي اس تي جوت اوت اذرز. الاي اس تي يا ولاد بتاع الليفر ده السبيسيفيك، بس اللي بيعلى عندنا السبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك؟ وعرفنا اللعبه بتاعتها ايه؟ طب خلاص يا جماعه عرفنا ايه بقى الديفينيشن بتاع الايه؟ الهيد بما له وما عليه. تمام؟ ايه التايبس بتاعت الهيد يا ولاد؟ يا اما كومبليت يا اما بارشال. الكلام ده لازم تكون عارفه. كومبليت يا ولاد يعني الثلاثه اليمنت عندي، الهيموليسيس والهيبيتد ليفر انزايم والليبليتد كاونت، ده عشان نقول عليها كومبليت هيل. الثلاثه ايتمز متواجدين عندي. طب بارشال يا ولاد بالعقل كده يبقى ثلاثه عندي ولا اثنين بس؟ لازم الليبليتد كاونت تبقى واحده فيهم. لازم الليبليتد كاونت تبقى واحده فيهم. يعني البارشال يا ولاد لو ليبليتد كاونت زائد اي واحده من الاثنين اللي فوق. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ ليه يا جماعه؟ نرجع تاني للرسمه بتاعتي هنا. انا جيت قلت لك يا دكتور ان الباثولوجي اللي بيحصل عندي ان البليتلت بتبدا تتاثر هنا، يوم الليفل بتاع البليتلت تحصل له ايه؟ ده احنا حتى كمان من الاخر قلنا ان دي كانت واحده تعتبر من ضمن الايرلي بريدكتورز. تمام؟ انما يا اولاد هل لازم ان البنت توصل معاك لاند ستيج ويجي لها ليفر فيلير عشان الاس تي تعرف تعرف؟ لا. تمام؟ ممكن لو بليتلت كاونت معاها هيمولس، ممكن لو بليتلت كاونت معاها ليفر ايه؟ فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وبناء عليه لو جاب لك فريم اس تي كان نزل مره قبل كده في اعمال السنه the most significant sign the most significant sign اهم sign ان هيك صندروم از وقال لك هيمولسيس البيتا ليفر انزايم ولت كاونت the most significant ازاي يا ولاد؟ يبقى سيادتك بعد ما تيجي تبدا لو ليفت كاونت تروح جاي عامل عليها علامه بالمنظر ده كده. عرفت يا ولاد كل الاسئله ممكن تتسال ايه؟ خلاص؟ اخر حاجه ايه هو الديفرنشال دايجنوزيس؟ تعالى هيك صندروم الاتش بتفكرك بايه؟ فلو البنت كان عندها البنت كان لها شوف معاك ايه يا جماعه الديفرنشال دايجنوزيس؟ الايه اللي فكرت بايه؟ فلو البنت كان عندها كرونيك اكتيف هيباتيتس فكرت بالديفرنشال دايجنوزيس. الايه دي اللي فكرت بايه؟ لو بليتد كاونت لها ساينتفك تيرم اسمه ثرومبوسايتوبينيا. فلو البنت كان عندها اي تي بي ايديوباسيك ثرومبوسايتوبينيا تمام؟ دي اللي فكرت ان هي ده الديفرنشال دايجنوزيس بتاعها. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ بصوا يا جماعه الليفل اللي انا بتكلم فيه دوت ده ليفل ايه يا شباب؟ تاكيد لجنه. مفيش حاجه اسمها انا عايز اعدل وخلاص. مش شايفين الكلام زي ما هو ايه؟ سهل وتافه جدا. الفكره انك تفهمه. اعتقد ان احنا فهمناه. الدور عليك بقى تذاكر خلاص. طيب ايه هي التايبس بتاعت البريك خمسة اللي موجوده في المانجمنت؟ هي التايبس بتاعت البريك خمسة لان دي اساس المانجمنت عندنا. التايبس يا ولاد بتاعت البريك خمسة في عندنا حاجه اسمها مايلد بريك خمسة، في عندنا حاجه اسمها سيفير، في عندنا حاجه اسمها فالمنت بريك خمسة، وفي عندنا حاجه اسمها امينانت بريك امينانت خمسة. بسرعه يا ولاد يا دكاتره المايد اعتقد ان احنا عارفينها هايبرتنشن والسيناريو والكلام ده كله. طيب السيفير يا ولاد البلاد بريشر اذا كان هنا اعلى 140 90 فانا متوقع في السيفير السقف بتاعي اعلى ولا لا؟ اكتر من او يساوي 160 على 110 بتاعت البريك خمسة. انا مش هاجي دلوقتي يا جماعه اقول لكم ان انا عندي مانجمنت بريك خمسة تمام؟ يا ترى انت مايلد ولا سيفير؟ يا ولاد انا عندي لحظه الضغط بتاعها 140 90 هل هعملها معامل لحظه الضغط بتاعها 200 على 120؟ فانا لازم قبل ما اقول لك المانجمنت لازم اقول لك انواع البريك خمسة.
وده العيب بتاع الكتاب، ان الكتاب مش منسق مش منظم. الكتاب جاب لك في الاخر خالص في المايند هعمل ايه، في السيفير هيعمل ايه. طب انت قلت لي مين هو المايند، انت قلت لي مين هو السيفير، تمام. الورق زي ما تقول كان موجود بنفس التنسيق دوت، والكمبيوتر برضه نفس القصه. السيفير يا ولاد انا قلت لك المايند بالظبط كان كام؟ 140 90. هنا بقى كام؟ 160 110. البريتونيوميا كانت كام يا ولاد؟ ابطال من كام؟ 300 مللي جرام بردي. يعني اقدر اقول لك بصيغه ثانيه 3 من 10 جرام، مش كده يا ولاد؟ في اليوم. لو انا لقيت يا دكتور اللي بتتكلمي البريتونوريا هنا اكتر من 5 جرام بردي، واخدين بالكم ثلاث من الفرق الجامد؟ يبقى البنت دي هتبدا يحصل عندها مشكله. امتى اقول ان البنت دي عندها سيفير بري كلامسي؟ لو اكتفت بالساينس بس ولا بدا يحصل عندها سيمبتومز؟ لو البنت دي بدا يحصل عندها سيمبتومز يا ولاد. امتى اقول ان البنت دي عندها بري كلامسي يا ولاد سيفير؟ لو بدا يجي لها كومبليكيشن زي ايه؟ زي ليفر فيلير، زي رينال فيلير، زي هيلب سندروم، زي في اي سي. دي تعتبر كده مايد ولا سيفير؟ سيفير، تمام. يبقى سيفير بري كلامس يا ولاد، عشان مش هفظها عشان مش هتقول مني فيها ساينز وسيمبتومز وكومبليكيشن. الساينز بالبلد بريشر بس بقى كام يا ولاد؟ بريتونوريا بس بقت اكتر من كام؟ سيمبتومز كلها، كومبليكيشن كلها. صعب الكلام؟ فالنت بري كلامسيا، كلمه فالنت في اللغه يعني ايه؟ ملتهب، مش شعر مولع، تمام. عايز يقول لك ان البنت ديت يا دكتور عندها رابيدلي ديتيريوريتنج بري كلامسيا. بمعنى ايه؟ البنت دي امبارح يا ولاد ضغطها كان 140 90 والبروتونوريا كانت 3 من 10 جرام، جت النهارده ال 140 90 بقى 220، تمام. والبروتونوريا بقت ايه؟ 4 جرام او 5 جرام. الكلام ماشي ازاي؟ بكره على طول ليفر ديت تبقى عندها ماشي يا ولاد الجراد ولا ماشي سيفير؟ فده اللي بنسميها فارمنت بري كلامسيا. يعني ايه يا دكتور؟ رابيدلي ديتيريوريتنج بري كلامسيا. الديستريبيوشن مثلا فيها ولاد رابد مشتعل. امال كلمه ايمننت اكلانسيا، ايمننت في اللغه يعني ايه يا ولاد؟ حتمي. انت يا بنتي اكيد اكيد هيجي لك اكلانسيا. لما ناخد مع بعض الاكلانسيا يا ولاد هنعرف ان الاكلانسيا دي عباره عن ايه؟ كونفالجن. لما ناخد مع بعض الاكلانسيا هنعرف ان الاكلانسيا دي عباره عن ايه؟ كونفالجن، تمام؟ طيب مرحله ما قبل الكونفالجن الريفلكس هيبدا يعلى. فالبنت ديت موجود عندها سيفير بري اكلانسيا زائد هايبر ايه؟ ريفلكسيا. يبقى الريفلكس انا ببدا يزيد يا جماعه، دي مرحله ما قبل الايه؟ الكونفالجن. معايا مش معايا؟ طيب البنت ديت موجود عندها سيفير بري اكلانسيا وبدات الريفلكسيات عندها ايه؟ تزيد. يعني لما اجي اضرب كده بدل ما يكون الريفلكس كده بسيطه لان عندها هايبر ريفلكسيا، تمام؟ الهايبر ريفلكسيا ديت الخطوه اللي جايه بعدها على طول، الخطوه اللي جايه بعدها على طول ان يحصل ايه يا جماعه؟ سبونتانيوس كونفالجن. المانجمنت خمسة جرام، والكلام الجديد بتاع نص جرام 2 جرام، تمام؟ انما الاندر 5 جرام. بص يا ولاد لو جينا نتكلم عن المانجمنت بسرعه في 10 دقائق، السكيما اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض قبل كده، اي مانجمنت اي ميديكال ديسوردر بينقسم الى ميديكال مانجمنت، والحاجه الثانيه يا ولاد كل واحده من الاثنين دول بتنقسم الى حاجتين. الميديكال بتنقسم الى جنرال وسبيسيفيك، كده يا ولاد. طب الاوبستاتريك هي في حد ذاتها بتنقسم الى حاجتين. التايمنج انا هعمل ترمينيشن في بريجنسي امتى؟ والميثود انا هعمل ترمينيشن في بريجنسي ازاي؟ ودي يا جماعه الميديكال سكيم اللي هنمشي عليها في كل ميديكال ديسوردر، تمام؟ هارت فيلير، بايلونوفايتس، كلامسيا، بري كلامسيا، ده اللي هنمشي عليه. الجنرال حد فاكر كانت ايه؟ ها؟ ار او دي ريست اوبزرفيشن لمين ومين؟ للام والعين، ماترنال اند تيتا. وفي الاخر خالص يا ولاد دايت، تمام؟ وبعدين السبيسيفيك اللي هيكون موجود عندنا انا فاكرهم مع بعض كلمه ساد ده. وقلنا في الساد ده دلوقتي اكيد اللي هي انتي هايبر تنسر، تمام. طيب والتايمنج يا جماعه بيختلف، هل انا بتعامل مع واحد مايلد بري كلامسيا ولا واحده يا ولاد؟
سيفير بري كلامسيا بالعقل كده. لو انا عندي يا جماعه سيفير بري كلامسيا التايمنج بتاعي السقف بتاعي هيفضل اعلى ولا هينزل؟ فاهمين انتوا الكلام ماشي ازاي؟ ده يا جماعه الجنرال سكيلكم بتاعنا. واكيد اكيد يعني الميس ديترمينيشن هي ايه؟ يا فاجينال دليفري ايه يا ولاد؟ سيزرين سكشن. دول من بعض فيها؟ طيب. نعم؟ طيب شباب على مستوى الميديكال ركز مع بعض. ريست يا ولاد احسن ريست للبنت ديت يا جماعه اللي هي تكون على ظهرها وجنبها اليمين ولا على جنبها الشمال؟ الله ينور عليك. فالبنت ديت لو على ظهرها فهيحصل فيه ايه؟ يبقى لازم سيادتك البنت ديت ريست اقول لها ايه؟ لاترال بوزيشن او سيمي سيتنج اللي هي الزاويه 45. ليه يا دكتور؟ لو البنت لغايه نامت على ظهرها نامت على ظهرها ايه اللي بيحصل؟ كومبريشن على الانفيرور فينا كده. يوم يا ولاد الفينوس انترن يحصل له ايه؟ تقيل. فالكاردك الضغط يحصل له ايه؟ في واحده عاديه بنت طبيعيه ما عندهاش اي مشكله يجيلها. طب لو واحده غير ان يجيلها بريك لابس ايه اللي هيتم؟ الضغط هيبقى قاعد. فيقول لك يا دكتوره لو احنا يا جماعه قصرنا الطريق وخلينا يمين على جنبنا اليمين عايش اسف على جنبنا الشمال الفينوس انترن ساعتها يحصل له ايه؟ ما انا خلاص لما كنت نايم على الجنب اليمين اعمل كومبريشن، لا يا عم انا هاجي على الجنب الشمال، فبدل ما يخلص الضغط على الفيرو هنا كده، لا ما عادش في اي كومبريشن. يوم سيادتك الفينوس ريتيرن يبدا ايه؟ ولما الفينوس ريتيرن يبدا يزيد الكاردك تضبط يبدا يوم الرينال برفيوجن. ولما الرينال برفيوجن يبدا يزيد كميه الدم اللي رايحه للكلمة تبدا تزيد، يبقى الرينال اسكيميا اتغلبت عليها ولا لا؟ يبقى الضغط يحصل له ايه؟ سيبك من كده. لما الرينال برفيوجن يزيد يا اولاد اليورين اوتبوت فالإديمة اللي موجودة عند البنت دي هتبدأ تقل، تمام؟ يبقى سيادتك ريست النت لاترال بوزيشن لثلاث فوائد، الفائدة الأولى بيزود الرينال برفيوجن وده في حد ذاته هيقلل إيه يا ولاد؟ الضغط. وخلاص ما عادش عنده رينال اسكيميا. رقم اثنين هيبدأ يعمل دايورسيس، ليه؟ عشان زيادة الرينال برفيوجن. رقم ثلاثة يا ولاد لما واحدة تكون كل وظيفتها في الحياة إن هي قاعدة إيه؟ مريحة، أنت يا بنتي كل وظيفتك إنك قاعدة نايمة على جنبك الشمال، قاعدة نايمة سيم ستينج بوزيشن. هل بنت بتتعرض لستريس اوف كونديشن يا ولاد؟ فالستريس بدا يدور من عندها فيبدا البلد بريشر في حد ذاته يبدا ايه؟ يقل. طيب فولو اب اوبزرفيشن للام، شوف ايه هي نوع الميديكال بروبلم اللي انت بتتعامل معاها وتعرف انت هتعمل اوبزرفيشن لايه؟ انا يا ولاد لما الست كان عندها السكر كنت بعمل لها اوبزرفيشن لمين؟ لنسبه السكر. طب دلوقتي البنت ديت عندها الضغط ايه يا ولاد؟ عالي، فانا هبدا اعمل لها عمليه اوبزرفيشن والضغط العالي. يعني سيادتك يا دكتور اوبزرفيشن هتعمل حاجتين. الحاجة الأولى يا ولاد الفيتال ساينز اللي هما مين؟ طبعا اللي احنا عارفينهم. بلس بلاد بريشر تمبريتشر والكلام ده كله. زائد اليورين اوت بوت. أنت بدأت تدخل منك في اليوريا ولا لا؟ الكدن بدأت تنضرب ولا لا؟ تمام؟ الحاجات دي بتتعمل فريكونت في اليوم ثلاث أربع مرات. تمام؟ طب الحاجات اللي ليس فريكونت يا ولاد الانفستيجيشن اللي أنت عاملها سي بي سي. تمام؟ كل يومين ثلاثة. عامل لها ليفر فانكشن تيست. الانفستيجيشن بتاعتها. عامل لها كدن فانكشن تيست. طب على مستوى العين اسيسمنت اوف فيتا ويل بين عن طريق الصناف دي دايت يا ولاد واحده ضغطها عالي نعمل ريستريكشن ليه؟ الصوت ده صوت ريستريكشن قال لي يا بنتي من الملف الاكل بتاعك بس الكلام ده ما اتقالش المصريين يا جماعه تمام الكلام ده اتقال للناس بره لان في وقت المصريين قال لي من الملف الاكل بتاعك يا شباب تمام انت مش عارف انا كنت ايه وبقيت ايه فبنت الكلام ماشي ازاي انا بقول لها تمنعي خالص اي ملح في اكلك تمام طب يا دكتور المفروض ان انا ليا دايتري اماونتس او ليا دايتري اماونتس من الايرون اجيبها منين؟ الاكل الطبيعي اللي احنا ما بنحطش فيه ملح هو ذات نفسه فيه ملح، العيش اللي انت بتاكله العيش العادي اصلا محطوط فيه ملح تمام؟ فريستريكشن يا ولاد ضد ايه؟ ضد السولت والكلام دوت مع ناس بتفهم اكيد اكيد دون ايجيبشن تمام؟ طيب الدكاتره نفسهم مش بيعملوا يا حبيبي اديني فرصه سبيسيفيك يا جماعه سبيسيفيك يا جماعه انا فكروا مع بعض كلمه ايه؟ سيد تمام؟ طيب الاس يا جماعه ستيداتيف انا لو اديت للبنت ديت سيديشن يا ولاد ايه اللي هيبدا يحصل؟ تبدا تبقى تقل عندها الايه؟ انتي هايبر تنسيف دراجز الدي دايوريتكس وركز بقى معايا في الايه الكلام اللي انا هقول لك عليه دوت السيداتيف دي يا ولاد في بعض الناس يقول لك اهو بعض الناس يقول لك لا كونتروفيرسيال في بعض الناس يقول لك اديها سيديشن عشان ايه؟ الستريس يقل والضغط يقل والكلام دوت في ناس تانية يقول لك لا عشان مش تعمل انهبيشن ريسبيرتوري سنتر بس مبدئيا لو سويت المايلد بري كلامسيا اكيد بتختلف عن السيفير بري كلامسيا بمعنى في المايلد بري كلامسيا ولاد السيدات اللي انا استخدمه هيكون سيدات القوى ولا حاجه ضعيفه زي الفينو باربيكول طب في السيفير
قوية زي المورفين. انتي هايبرتنسف دراجز يا اولاد في حاله المايلد بري كانسر، انا عندي مشكله سيفير ولا حاجه بسيطه؟ محتاجه يا جماعه رابل ايرلي انترفنشن، محتاجه حاجه بارنترال وممكن ادي حاجه اورال. فانا في حاله المايلد بري كانسر ممكن استخدم اورال انتي هايبرتنسف صح؟ ولكن في السيفير يا دكتوره انت عندك وقت؟ يبقى نستخدم بارنترال زي مين هنا وزي مين هنا. الاورال انت هايبرتنسف يا جماعه نفتكروا مع بعض بايه؟ بي سي. والبريترال نفتكروا مع بعض هند. صبر ايه يا اولاد؟ بتفكرنا بالالدوميت. انا بقول لك بس تقسيمه لان للاسف هي المانجمنت بتاع البريك لابس اللي بيتوه الناس، احفظوا الالدوميت دوت. البي بتفكرك بالبيتا بلوكر. السي بتفكرك بالكالسيوم شانل بلوكر. بس كده يا دكتور لا في حاجه رابعه بتنزل ام سي كيو، ايه الحاجه ديت؟ بيتا بلوكر بتقفل انهي ريسبتور؟ البيتا. طب انا عندي دواء بقى يا اولاد بيقفل الالفا ريسبتور وبيقفل ايه يا جماعه؟ البيتا ريسبتور. يبقى لا الالفا شغال ولا البيتا شغال، لا الفا ولا بيتا، لا بيتا لول. والسؤال اللي ام سي كيو نزل فيه يا اولاد ان البيتا لول بلوك الفا ريسبتور بيتا ريسبتور بوز الفا اند بيتا، ده كان سؤال ام سي كيو. البيتا لول بيقفل ايه يا اولاد؟ الالفا والبيتا تمام؟ وده في منه الاورال وفي منه البارنترال، يعني ينفع استخدم استخدم هنا ينفع استخدم هنا. تاني انا لسه ما زلت في مرحله المايلد بري كلامس اللي غالبا بنستخدم فيها اولاد اورال ولا بارنترال انت هايبرتنسيف؟ اورال زي الدوميت بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر لا الفا ولا بيتا شغال بيتا لول تمام؟ سيادتك الام سي كيو اللي موجود هنا اللي بيتا لول بيقفل انهي ريسبتور؟ لا الفا شغال لا بيتا شغال، لا ده شغال ولا ده شغال. والمطالب بالديتيلز الفول ديتيلز بتاعت الالدوميت هقول لك عليها دلوقتي بس بعد ما اخلص الكلام دوت. طيب البارنترال يا اولاد نفتكروا مع بعض كلمه الاتش بتفكرنا بالهيدرالازين. الام بتفكرنا بالصوديوم نيتروبوسايد. الكلام ده يا اما تذاكر ورايا ما تذاكر المذاكره، الكتاب هتوه هتقرا عشان. تمام؟ الدي بتفكرك بدواء ما قعدناش بنستخدمه فعليا دلوقتي اسمه دايتروسايد. طب يا دكتور انا مطالب فيهم بايه؟ تعرف الاسماء المتشكرين. ده انت لو جيت زيادتك ونسيت الصوديوم نيتروبوسايد ونسيت الدايتروسايد كفايه قوي عليا دي يا اولاد. الهيدرولازين ليه يا دكتور؟ لان انا بعد ما اخلص الدرس ده سيادتك مطالب بالديتيلز الالدوميت وديتيلز الهيدرولازين. مثال من هنا ومثال من هنا. تمام؟ نيجي على اخر حاجه في السال الاس سيليشن ولو مش عايز تكتبها مش فارقه بالنسبه لي. المهم بالنسبه لي مين يا اولاد؟ الايه؟ الهايبرتنسيف تمام؟ تعالى بعد كده اعمل ايه دايريتكس يا اولاد؟ قبل ما اتكلم في الدايريتكس يا جماعه، قبل ما اتكلم في الدايريتكس ارجع اكد على سيادتك معلومه مهمه جدا ان البنت ديت عندها هيم كونسنتريشن ولا هيم دايليوشن؟ الله ينور عليك تمام؟ طب لو البنت لو اديت البنت ديت دايريتكس يا اولاد هيحصل عندها مرض مور هيمو والريسك بتاع الثرمبوز الستة يزيد عندها وبناء عليه الدايريتكس ديت بتتاخد في حالات البري كانسر ولا كونترا اندكيتد؟ توتالي توتالي كونترا اندكيتد ممنوع منعا باتا للتزام ديت دايركتكس يا اولاد. اشمعنى؟ لان بيزيد عندها الريسك بتاع الثرومبوزز. ده انا جايبها لك مخصوص عشان اقول لك الكلام ده. اوعى تدي الدم ديت دايركتكس ده بالعكس بالعكس يا اولاد. انا بدي البنت ديت حاجه اسمها فوليوم اكسباندرز. ليه؟ واحده كنت بقول لك الباسكت كومبارتمنت عندها كده يا دكتور. اللي بيحصل دلوقتي يا اولاد عند البنت ديت ان الفلويد اللي موجود داخل البلاد بريسيب بيفضل موجود ولا بيطلع انترستيشال تشو يعمل اديما؟ فالفاسكولار كومبارتمنت يا اولاد ريديوز ولا كده كويس؟ فالناس بتدي فاسكولار اكسباندر. مين الفاسكولار اكسباندر اللي هديه البنت ديت؟ بدي البنت ديت انترا فينوس البومين وابدا اصلح الباثولوجي بتاعها البلاد بريشر. اشمعنى؟ لما ادي لها انترا فينوس البومين يا اولاد يوم الاوزموتيك بريشر هنا يبدا يزيد يوم يبدا يسحب لك الفلويد. يبقى انا كده يا اولاد قللت الفيسكوسي ولا لا؟ وقللت الاديما ولا لا؟ ولما يا جماعه الفاسكولار كومبارتمنت يبدا يزيد الرينال بلاد فلو يبدا الرينال بيرفيوجن يبدا يزيد فمش عندي فينا اسكيميا مش عندي ضغط عالي عندي دايرسيس استنى نكتب وراه مش عايز الكلام ده كله انا كفايه قوي قوي عليا انك تكتب ان احنا بندي انترا فينوس يا جماعه البومين بصوره فوليوم اكسباندر الحاله الوحيده اللي مسموح بي ادي فيها يا جماعه دايرسيس في السيفير لو البنت جالها بالمودر اديما انا مش لسه قايل لكم يا جماعه البنت لو صدرها عمال يبقلق لازم ادي دايرتكس يبقى ساد